السلام عليكم، معكم علي. أهلا وسهلا بكم درس جديد. إذا كنت أول مرة تتابع القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. إذا متابع سابق ونسيت تشترك بالقناة انزل تحت واشترك بالقناة الآن. نتكلم في هذا الفيديو عن نوعين من الأفعال باللغة الإنجليزية. النوع الأول نسميه State Verbs، أفعال الحالة. النوع الثاني نسميه Activity Verbs، أفعال النشاط أو أفعال الحركة. أفعال الحالة راح ندرسها بعد قليل، لا تأتي بالمضارع المستمر، يعني لا تأتي بالمضارع المستمر أو الماضي المستمر أو الحاضر التام المستمر أو المستقبل المستمر، إذا لا تأتي في الزمن المستمر أفعال الحالة. راح نأخذ عليها أمثلة وبعض الملاحظات وما هي أفعال الحالة. كما قلنا في عندنا نوع من الأفعال Activity Verbs State Verbs. Activity Verb يعني فعل الحركة، State Verb فعل الحالة. أفعال النشاط مثل play, walk, talk, smoke وهكذا. أفعال الحالة تخص الحواس، تخص العقل وهكذا، مثل hate, love, want. إذن هذه الأفعال لا تأتي بزمن استمرار في اللغة الإنجليزية. لاحظ هذه الأمثلة. She's laughing، هي تضحك. الفعل يضحك ممكن نستخدمه بزمن المستمر لأنه فعل نشاط. He has been walking، لقد كان يمشي. أيضا سمي حاضر تام مستمر. He's knowing him، هو يعرفه. لغة الفعل know يتعلق بالعقل، لا نستخدم زمن الاستمرار، هذا خطأ. نستخدم present simple، he knows him، هو يعرفه. لدينا أربع مجموعات من أفعال الحالة. أول مجموعة activities of the mind، نشاطات العقل. أي شيء يخص العقل لا نستخدمه بالمضارع مستمر. admit، agree، believe، doubt، imagine، know، mean، prefer، remember، suppose، think، understand، want. نحفظ هذه الأفعال إذا لا تأتي بالمضارع المستمر. admit يعترف، agree يوافق، agree يوافق، disagree لا يوافق بس نضع قبلها dis. believe يعتقد، يؤمن، I believe in Allah، إذا أؤمن بالله. I believe you، أصدقك. doubt يشك، imagine يتخيل، know يعرف. لاحظ إذا جاء حرف K بعدين N، الK لا يلفظ، مثل عندنا كلمة knife، ده نقول knife، إذا knife سكين. know يعرف، mean يعني أو يقصد، prefer يفضل، remember يتذكر، suppose يفترض، think يعتقد، يفكر، يحسب، understand يفهم، want يريد. admit، agree، believe، doubt، imagine، know، mean، prefer، remember، suppose، think، understand، want. يعني ممكن شخص يحب يأخذ لقطة للشاشة بحيث أنه يحفظ هذه الأفعال. نسمي هذه المجموعة activities of the mind، نشاطات العقل. وكما قلنا لا تأتي هذه الأفعال بصيغة الأزمنة المستمرة باللغة الإنجليزية. المجموعة الثانية من هذه الأفعال من state verbs، أفعال الحالة التي لا تأتي بالمستمر، التعلق ب emotions. emotions عواطف، like، love، hate، adore، care، hope، dislike. like يحب، love يحب، hate يكره، adore يتعجب أو يعجب به، يعني أيضا بمعنى يحب. he adores his mother، يعني يتعجب بأمه يعني يحبها. care يعتني بي، هو يأمل، dislike لا يحب أو يكره. like، love، hate، adore، care، hope، dislike. أيضا ممكن شخص يحب يأخذ لقطة للشاشة بحيث أنه يحفظ هذه الأفعال، من المهم حفظهم باللغة الإنجليزية، تزيد رصيدنا الكلمات وبنفس الوقت أعرف أن هذه الأفعال لا تأتي بزمن المستمر.
having and being يعني أفعال التملك والكينونة يعني الفعل يكون appear, be, belong, come from, contain, have, include, need, seem, possess, own, resemble, wish. appear يظهر أو يبدو, يكون, belong ينتمي لي, come from يأتي من, contain يحتوي, have يملك, include يتضمن, need يحتاج, seem يبدو, possess يملك أو يتملك, own أيضا يملك, resemble يشبه, wish يتمنى. إذن هاي الأفعال أيضا لا تأتي بزمن الاستمرار. appear, be, belong, come from, contain, have, include, need, seem, possess, own, resemble, wish. senses يعني الحواس أيضا الأفعال المتعلقة بالحواس لا تأتي بزمن المستمر. feel, hear, look, see, smell, sound, taste. feel يشعر, hear يسمع, look يظهر أو ينظر, see يرى, smell يشم, sound يبدو, taste يتذوق. إذا هذه الأفعال لا تأتي بالاستمرارية. feel, hear, look, see, smell, sound, taste. وأيضا ممكن بالجملة استخدمهم ب أفعال الكون is are. مثلا the food tastes delicious يعني طعم الأكل لذيذ. استبدل taste ب is. the food is delicious. أيضا كل هذه الأفعال إذا كانت بالجملة ممكن استخدمها بفعل كون. بعض أفعال الحالة تأتي بالزمن المستمر. We are having dinner now. نتناول العشاء الآن. Have معنى eat يأكل. يعني ممكن نستخدم We are eating dinner now. They have two cars. لديهم سيارتين. هنا لا نستخدم المستمر. لماذا؟ لأنه يدل على possess. يعني يدل على ملكية. ملكية شيء. لا نستطيع أن نقول They are having two cars. لأن الأول نشاط، الثاني ملكية أو تملك. What are you thinking about? إذا ماذا تفكر أو بماذا تفكر؟ لاحظ هذا عبارة عن activity نشاط experience. I think he should look for a new job. أعتقد أو أظن. لا نستطيع I'm thinking. إذا هذا believe اعتقاد. إذا كان اعتقاد نستخدم present simple. I think he should look for a new job. أعتقد أنه يجب أن يبحث عن عمل جديد. لاحظ look for يبحث عن, look ينظر, look at ينظر إلى, look for يبحث عن, look after يعتني ب, look up يجد معنى في قاموس, وهكذا على حسب حرف الجر يأتي بعد الكلمة. Are you feeling hungry? هل تشعر بالجوع؟ إذن هاي نعتبره activity نشاط. إذن experience تجربة. ممكن نستخدم المستمر إذا كان يدل على نشاط. I feel the story is too short. أشعر بأن القصة قصيرة جدا. إذن هذا اعتقاد. بهذه الحالة أستخدم المضارع البسيط إذا كان أتكلم عن اعتقاد. We are having dinner now. They have two cars. What are you thinking about? I think he should look for a new job. Are you feeling hungry? I feel the story is too short. إذا بهذه الفقرة تكلمنا عن أفعال حالة ممكن نستخدمها بالمضارع, ممكن نستخدمها بالزمن المستمر إذا كانت تدل على نشاط. بينما إذا كانت تدل على اعتقاد نستخدمها بالمضارع البسيط. Verbs of senses يعني أفعال الحواس. انتبه لهذه الملاحظة. بعد أفعال الحواس نستخدم adjectives. إذا يأتي بعدها صفات وليس adverbs وليس ظروف.
إذا بعد أفعال الحواس أخذنا أفعال الحواس تيست ساوند سميل لوك. إذا هاي أفعال الحواس يأتي بعدها صفات. ذا سوب تيست أوفل يعني طعم الحساء سيء. لاحظ استخدام الفعل تيست اس نسميه اس المفرد الغائب. لماذا؟ ذا سوب الحساء مفرد ات نستخدم بعدها اس المفرد الغائب بالمضارع البسيط. It sounds interesting يبدو ممتعا. أيضا اس المفرد الغائب بعد taste sound استخدمنا adjective صفة. The roses smell beautiful رائحة الورود جميلة. نلاحظ هنا لم نستخدم اس للفعل. لماذا؟ لأنه جمع يعني they فقط. إذا كان هي شيء أو مفرد نستخدم اس المفرد الغائب للفعل يعني تصبح they smell beautiful or the roses smell beautiful. The dancers look very attractive يبدو راقصين جذابين جدا. لاحظ أيضا لم نستخدم s. لماذا؟ لأنه جمع. إذا كان جمع لا نضيف s للفعل. They look very attractive. The soup tastes awful. It sounds interesting. The roses smell beautiful. The dancers look very attractive. إذا أفعال الحواس دائما نستخدم بعدها صفات. بهذا الشكل تكلمنا عن state verbs and activity verbs. تكلمنا عن أفعال النشاط وأفعال الساكنة. أيضا أخذنا المجموعات الأربع اللي تتعلق بهذه الأفعال يجب أن نحفظهم بحيث تزيد المتون اللغوي وبنفس الوقت نعرف إنه هذه الأفعال لا تأتي بالزمن المستمر. أيضا أخذنا بعض الأفعال الستيت الساكنة أو الحالة تأتي بالمضارع المستمر أو بالأزمنة المستمرة إذا كانت تدل على نشاط. المجموعة الأخيرة أيضا من أفعال الحواس لاحظ يأتي بعدها صفات وليس ظروف. بهذا الشكل أنهينا درسنا لهذا اليوم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو وترك تعليق في نهاية الفيديو يصلكم كل جديد. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.